مساء الخير. تراجعت الأسهم الأمريكية بقوة في تداولات الأسبوع الماضي، وكانت الأسهم تبدأ التداولات كل يوم بارتفاعات كبيرة ثم تنهي التداولات بتراجعات أكبر منها، وكانت أكبر القطاعات الخاسرة قطاعات التكنولوجيا وتحديداً الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات التي كانت أكبر الرابحين منذ بداية السنة الحالية. في فيديو اليوم سنناقش أسباب تراجع الأسهم الأمريكية، أهم التقارير الاقتصادية من الأسبوع الماضي والأسبوع القادم. سنتحدث عن الاتجاه العام للأسهم الأمريكية، هل هذه التراجعات هي تراجعات تصحيحية مؤقتة أم بداية لتراجعات أكبر؟ سنتحدث عن أهم فرص تداول الأسهم الأمريكية خاصة مع بداية موسم أرباح الربع الأول للسنة الحالية، وأخيرا سنتحدث عن بعض الأسهم التي سأراقبها كفرص الاستثمار طويل الأمد في موسم الأرباح الحالي. إذا بدأنا في البداية بأهم التقارير الاقتصادية من الأسبوع الماضي، بنقدر نلخصها في 4 تقارير رئيسية. البداية كانت من الصين. لأول مرة تقريبا منذ بداية سنة 2023 رأينا معدلات إيجابية في نمو القطاع الخدماتي الصيني والقطاع الصناعي الصيني، ممثلة في تقارير المانيوفاكتشرينج والنون مانيوفاكتشرينج بي ام ايز اللي كانت أرقامهم أعلى من 50، مما يشير إلى نمو إيجابي في هذه القطاعات بالمقارنة بالقراءات السابقة. يضاف هذه التقارير طبعا إلى قراءة التضخم الصيني السابقة أو CPI واللي كانت إيجابية للمرة الأولى منذ تقريبا أكثر من 6 أشهر. إذا استمرت هذه القراءات الإيجابية من الصين، سيبدأ المحللين بشكل تدريجي بالاقتناع خلال الشهرين القادمين أن الصين عادت إلى النمو بالقوة وبدأت بتخطي المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها داخليا. هذا ممكن ينعكس على شكل ارتفاعات قوية في الأسهم الصينية، لأن التراجعات الحالية اللي صارت فيها كانت كبيرة جدا، والكل يبحث عن قاع ونهاية في هذه التراجعات. الخبر الثاني المهم كان من الاتحاد الأوروبي. قراءات التضخم في أوروبا تراجعت من 2.6% إلى 2.4% على أساس سنوي، بينما قراءة التضخم الأساسية التي تستثني التقلب في أسعار الغذاء والطاقة فتراجعت من مستويات 3.1 إلى 2.9%، مما يعني بأن قراءات التضخم في أوروبا حاليا أصبحت الأدنى منذ بداية سنة 2021، وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي على الأغلب سيكون من أوائل البنوك المركزية حول العالم التي ستبدأ بخفض الفائدة، لأن اليوم معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي أقل بكثير من الدول المتقدمة الأخرى، سواء كنا نتحدث عن أمريكا أو عن المملكة المتحدة أو غيرها من الاقتصاديات الكبرى. طبعا التأثير المتوقع هو لمتداولي العملات أن زوج اليورو دولار ممكن نشوف تراجع في سعره خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وتلاشي أمال المحللين في خفض مبكر في معدلات الفائدة على الدولار، وفي نفس الوقت تزايد أمال المحللين بخفض مبكر على الفائدة في اليورو، مما يعني بأن هذا الزوج ممكن يكون فرصة لعملية بيع طويلة الأمد خلال الفترة القادمة. الخبر الثالث المهم كان من أمريكا. شفنا تراجع في سرعة نمو قطاع الخدمات أو قطاع التكنولوجيا الأمريكي، ممثلا بقراءة الـ ISM Non Manufacturing التي استمرت في تسجيل نمو لعدة أشهر متواصلة، لكن معدلات النمو كانت أقل بالمقارنة بالأشهر السابقة. أخيرا التقرير الأهم بنهاية الأسبوع الماضي كانت قراءة الوظائف الأمريكية الشهرية المعروفة باسم Non Farm Payrolls. وجدنا بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف حوالي 300 ألف وظيفة جديدة بالمقارنة بتوقعات المحللين عند 210 ألف، وأعلى من القراءة السابقة التي تمت مراجعتها إلى 270 ألف وظيفة. معدلات البطالة تراجعت من 3.9 إلى 3.8%، ومعدل نمو الأجور على أساس سنوي تراجع من 4.3 إلى 4.1%. اللي بيطلع في تقرير الوظائف يوم الجمعة، على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي حققتها الأسهم، بلاحظ بأن هذا التقرير لم يكن التقرير اللي بيبحث عنه المحللين ولا الفيدرالي، وهذا التقرير لا يساعد الفيدرالي في تخفيض معدلات الفائدة، لأنه أشار إلى استمرار قوة سوق الوظائف الأمريكي بشكل غير مسبوق، وهذا يعني بأن البنك المركزي الأمريكي على الأغلب لن يخفض الفائدة في اجتماعه القادم. وهذا الكلام مش كلامي، إنما كلام مدير بنك أتلانتا أحد البنوك المركزية الأمريكية، والذي صرح بأنه هو شخصيا يعتقد بأن الفائدة سيتم تخفيضها على الأغلب مرة واحدة ابتداء من الربع الرابع، يعني من شهر أكتوبر من السنة الحالية، وليس كما يتوقع المحللين في شهر 6 الحالي. الأسواق فعليا بدأت بتغيير توقعاتها، واللي بيراقب لتوقعات المحللين بخفض الفائدة بيلاحظ بأنه حاليا
فقط حوالي 54% من المحللين يعتقد بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة في اجتماعه في شهر 6 القادم. هاي النسبة قبل حوالي أسبوع كانت أكثر من 65%، ومتابعي الصفحة قبل حوالي شهر تقريبا كانت بتتجاوز 75 إلى 80% من إجمالي المحللين، مما يعني بأنه اليوم صار واضح لأغلب المحللين أنه على الأغلب لن يكون في خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي في شهر 6 القادم إذا استمرت البيانات الإيجابية فيما تبقى من الشهر الحالي. وبالتالي إجمالا اللي بيطلع على أخبار الأسهم من الأسبوع الماضي بلاحظ بأن الأخبار لم تكن إيجابية للأسواق، والأخبار تدفع إلى استمرار التخوف من أن مشكلة التضخم لا تزال لم تتم معالجتها. معدلات التضخم استقرت قرب مستويات مرتفعة، وهي هي أهم التقارير التي ننتظرها خلال الأسبوع القادم. وإذا نظرنا إلى أهم التقارير الاقتصادية الأسبوع القادم، فبنلاحظ بأنه يوم الأربعاء الساعة 3:30 عصرا بتوقيت السعودية رح يكون في عنا تقرير التضخم الأمريكي CPI. من المتوقع أن نرى ارتفاع في قراءة التضخم بالمقارنة بالشهر السابق من مستويات 3.2% إلى مستويات 3.4%، ومنتوقع بأن التضخم الأساسي الأمريكي سيتراجع من مستويات 3.8 إلى 3.7%. طبعا التضخم الأساسي أهم بكثير من قراءة التضخم، لأن الفارق ما بين الاثنين هو عودة أسعار الطاقة للارتفاع بقوة وعودة أسعار الغذاء للارتفاع مرة ثانية بعد حوالي 6 أو 7 أشهر مستمرة من التراجعات في أسعار الغذاء. طبعا إذا كانت قراءة التضخم الأسبوع الماضي خاصة التضخم الأساسي عند 3.7 أو أقل، فهذا من الممكن أن يحيي الأمل لدى المحللين أنه ممكن يكون في خفض مبكر للفائدة في شهر 6 القادم، لكن تدريجيا بسبب قوة التقارير الاقتصادية أعتقد بأنه إحنا نسير باتجاه تثبيت الفائدة في شهر 6 القادم، خاصة أن الفيدرالي ليس تحت أي ضغوط حقيقية للبدء بخفض الفائدة، لأن الاقتصاد الأمريكي حاليا هو أفضل اقتصاد في العالم، ومعدلات النمو الحالية قوية جدا بمعدلات بطالة متدنية جدا ومعدلات قوية من نمو الأجور، وبالتالي لا يوجد أي حافز حقيقي يجبر الفيدرالي على البدء بخفض الفائدة مبكرا في شهر 6 القادم، إلا إذا كانت التقارير الاقتصادية القادمة خلال الأسبوعين المنتظرين فعليا قوية وتدعم تراجع معدلات التضخم في أمريكا. بالإضافة لذلك عندنا يوم الخميس الساعة 4:30 صباحا تقارير التضخم الصينية، وإذا كانت تقارير التضخم الصينية إيجابية يعني أعلى من صفر، راح تكون هاي المرة الثانية على التوالي للصين بتسجل تقارير إيجابية من التضخم. هذا يعني استمرار التعافي في الطلب على السلع والخدمات داخل الصين، مما يعني بأن الاقتصاد الصيني داخليا عاد إلى النمو مرة ثانية، وليس كما يبدو حاليا اقتصاد يحقق نمو بسبب اعتماده على الصادرات الخارجية في ظل مشاكل اقتصادية داخلية كبيرة. هذا ممكن يكون بداية لتكون قاع للأسهم الصينية ممكن يؤدي لارتفاعها مرة ثانية، لكن أنا شخصيا أتمنى الحذر من المستثمرين، أن الأسهم الصينية على مدار السنوات الطويلة خيبت أمالنا بشكل كبير جدا، وبالتالي أنا مش مستعجل لشراء الأسهم الصينية. يوم الخميس الساعة 3:30 عصرا راح تكون في عنا أسعار المنتجين الأمريكية تقارير PPI. نتوقع ارتفاع هذه التقارير أو ارتفاع تقرير PPI من قراءة 1.6 إلى 2.3% على أساس سنوي، ونتوقع ارتفاع تقارير الكور PPI من مستويات 2 إلى 2.3%. طبعا إذا كانت هذه التقارير أقل من توقعات المحللين هاي راح تدفع ارتفاع في الأسواق، إذا كانت أقل من القراءة السابقة راح يكون طبعا إيجابي بشكل أكبر ويعني ارتفاعات أكبر في الأسواق. لكن الخبر الأهم خلال الأسبوع القادم هو تقارير التضخم الأمريكية يوم الأربعاء وتقارير التضخم الصينية يوم الخميس القادم، لأنه إذا كانت هذه القراءات إيجابية ممكن نشوف ارتفاعات قوية في الأسهم. وهذا بياخذنا للسؤال المهم، وهو أين تتجه الأسهم الأمريكية خلال الفترة القادمة. إذا نظرنا إلى سنة 2024 ككل فأنا إيجابي على الأسهم الأمريكية، لأنه باعتقادي بغض النظر إذا تم تخفيض الفائدة مرة أو 5 مرات إحنا وصلنا إلى نهاية رفع معدلات الفائدة، حللنا مشكلة التضخم وبدأت معدلات الفائدة بالتراجع، مما يعني ارتفاع في قيمة الأصول وعودة السيولة إلى الأسواق مرة ثانية، وبالتالي بشكل عام أنا متفائل في الأسهم في سنة 2024، لأن الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى تراجع الأسهم الأمريكية في سنة 2022
لم تعد موجودة، وبالتالي احنا امامنا المزيد من الارتفاعات، خاصة مع تعافي ارباح الشركات وارتفاعها بشكل كبير خلال الاشهر الاخيرة. لكن السؤال المهم هو خلال الفترة القصيرة القادمة، يعني مثلا خلال الاسبوع القادم، اين تتجه الاسهم الامريكية؟ وهون انا بكون اقل ايجابية بصراحة، لان التقارير الاقتصادية الاخيرة كانت مخيبة للامال، تدفع إلى أن معدلات الفائدة لن تنخفض في أي وقت قريب، وأنه إحنا على الأغلب عم نبحث عن تخفيض في معدلات الفائدة ممكن يكون في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، وخفض أخير ممكن يكون في شهر ديسمبر القادم، عوضا عن 3 مرات لخفض الفائدة أولها في شهر 6 القادم. هذا طبعا بحسب أغلب المحللين حاليا. أعتقد أيضا بأنه من ناحية فنية اللي بيطلع على البورصات الأمريكية الرئيسية مثل مثلا S&P أو الناسداك أو الداو جونز، بيلاحظ بأنه من ناحية فنية في المنحنيات الزمنية الأقصر مثل مثلا 4 ساعات المستويات الصاعدة تم كسرها، وبدأنا في الدخول في مستويات هابطة فيها تكون lower lows و lower highs، وعم نشوف تراجعات كبيرة في هذه البورصات، وبالتالي من ناحية فنية في المدى القصير أعتقد بأنه هنالك المزيد من التراجع في البورصات الأمريكية خلال الأسبوع القادم. بيضل عنا طبعا في النهاية في عاملين مهمين راح يؤدوا إما إلى تراجع الأسهم بشكل أكبر وتعمق هذه التراجعات، أو إلى انتهاء هذه التراجعات خلال الأسبوع القادم. الأول هي الأرقام الاقتصادية وتحديدا قراءة التضخم يوم الأربعاء، والثاني أرباح الشركات الأمريكية التي ستبدأ فيها الأسهم الكبرى بإعلان أرباحها ابتداء من يوم الجمعة القادم، أولها طبعا أسهم البنوك وشركات الاستثمار الكبرى اللي راح تعطينا فكرة عن قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى إيجابية البنوك في الاتجاه العام للاقتصاد. وبالتالي إجمالا أنا أقل إيجابية على الأسهم خلال الأسبوع القادم، لكن في حال ارتفعت الأسهم الأمريكية وفاجأتنا ما راح أستغرب، وأنا طبعا بحذر المتابعين من بيع البورصات الأمريكية أو بيع الأسهم بالمكشوف حتى لو كنا رايحين إلى المزيد من التراجع، لأنكم بشكل عام أنتوا عم بتكونوا بتشتغلوا بعكس الترند العام للأسواق، وهذا طبعا بيحمل مخاطرة مرتفعة. أنا مع شراء الأسهم في حال تراجعها، لأن التراجع راح يكون فرصة للشراء وليس فرصة لبيع الأسهم. وقبل الانتقال إلى أهم فرص المضاربة بدي أعلق سريعا على الذهب وعلى النفط. الارتفاعات القياسية الكبيرة اللي شافها الذهب خلال الفترة السابقة باعتقادي الشخصي انه احنا بنتجه الى المزيد من الارتفاعات للذهب سواء كان في سنة 2024 او ما بعدها، وفي بعض المحللين بدأوا يتحدثوا بشكل صريح عن مستويات $3,000 لأسباب كثيرة، منها ضعف الانتاج العالمي، قوة معدلات الشراء من البنوك المركزية حول العالم، تراجع الثقة في العملات، واللي أنا سابقا لخصته في فيديوهات كثيرة بأن بنية النظام المالي العالمي الموجود اليوم هي بنية تدفع إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مستمرة، وهذا الإشي ما راح يتغير خلال الفترة القادمة. لكن في المدى القصير في حال كانت قراءة التضخم سلبية خلال الأسبوع القادم، شفنا ارتفاعات قوية في معدلات التضخم وتلاشت الآمال بخفض معدلات الفائدة أكثر، هذا ممكن يؤدي إلى تراجعات محدودة تصحيحية للذهب. تراجعات التصحيحية للذهب يعني أنه إحنا أمامنا فرصة إضافية للشراء، فضلا عن أنه التوترات الجيوسياسية والحروب حول العالم أكيد بتدفع الذهب للمزيد من الارتفاع، وبالتالي إذا شفنا نهاية إن شاء الله على خير لأحد الحروب سواء كان في منطقتنا أو في أي مكان تاني في العالم، ممكن يؤدي هذا إلى تراجعات محدودة للذهب، لكن الاتجاه العام لن يتغير وهو المزيد من الارتفاع. أما بالنسبة للنفط فباعتقادي الشخصي أن النفط وصل لمستويات تقارب $90 حاليا، والأسبوع القادم في تقارير مهمة راح نشوفها من أوبك إما ستدفع إلى المزيد من الارتفاع أو لتراجع النفط، لكن أنا بصراحة أقل إيجابية على النفط، وأنا مع انسحاب المستثمرين بالأرباح القوية اللي حققوها من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، لأنه باعتقادي الشخصي أن ارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي هو بسبب أسباب جيوسياسية، بسبب التخوف من انجرار إيران إلى حرب إقليمية في منطقتنا، وهو اللي أنا بصراحة أستبعده، مع أنه فعليا بسبب الجنون اللي عم نشوفه في العالم اليوم يمكن لا شيء مستبعد، لكن باعتقادي الشخصي أنه إحنا بعيدين نوعا ما عن التوجه إلى حرب إقليمية، وبالتالي في النهاية أنا أعتقد أن أسعار النفط ارتفعت لأسباب جيوسياسية وستعود للانخفاض عندما تزول هذه الأسباب. وبالانتقال إلى أهم فرص التداول والمضاربة، الأسبوع القادم مجموعة من الشركات المهمة ستبدأ بإعلان أرباحها، أولها يوم الأربعاء قبل افتتاح الأسواق شركة دلتا للطيران، وأنا دائما كنت متحمس لهذا السهم سواء كان كاستثمار أو كفرصة للمضاربة. دلتا للتذكير حققت الشركة نتائج إيجابية في الأرباح الأخيرة، ولكن كل مرة تعلن شركة دلتا عن نتائج إيجابية ويتراجع بعد ذلك سعر السهم،
لذلك هاي المرة المضاربين اللي بيبحثوا عن مخاطرة مرتفعة ممكن يشتروا أسهم دلتا قبل إعلان الشركة عن أرباحها، لكن الأفضل هو انتظار أرباح شركة دلتا، وإذا حققت نتائج إيجابية وارتفع سعر السهم ممكن نشتري أسهم شركات الطيران المنافسة مثل مثلا ساوثويست أو يونايتد إيرلاينز، أو إذا تراجعت شركة دلتا إيرلاينز بعد إعلان نتائج مميزة ممكن نفوت نشتري السهم كفرصة للاستثمار طويل الأمد، لأنه واضح بأن سهم دلتا حقق ارتفاعات قوية منذ بداية السنة الحالية وستستمر الشركة في النمو الإيجابي، لأن الطلب على السفر أعلى بكثير من مقدرة الشركة على تلبية التذاكر المطلوبة من المسافرين. أما يوم الجمعة قبل افتتاح الأسواق ففي عندنا مجموعة من البنوك المهمة اللي راح تعلن عن أرباحها. في عندنا بنك جي بي مورغان سيعلن عن أرباحه، وأنا باعتقادي الشخصي أن بنك جي بي مورغان، جولدمان ساكس ومورغان ستانلي، هذول البنوك الثلاثة تحديدا راح يكونوا من أكبر الرابحين بعد إعلانهم لنتائجهم. المضاربين اللي بيبحثوا عن مخاطرة مرتفعة ممكن يشتروا بنك جي بي مورغان قبل إعلان البنك عن أرباحه. المضاربين اللي بيبحثوا عن مخاطرة أقل ممكن ينتظروا أرباح جي بي مورغان حتى يتم إعلانها، وإذا حقق نتائج إيجابية ممكن تشتروا أسهم في جولدمان ساكس أو في مورغان ستانلي أو حتى في بنك أوف أمريكا وغيرها من البنوك الكبرى اللي راح تعلن أرباحها خلال الأسبوع بعد القادم، لأن جي بي مورغان ارتفاعاته راح تؤدي لارتفاعات أسهم البنوك بشكل عام. وبالمناسبة أسهم البنوك أو الصندوق الاستثماري XLF اللي بيستثمر في القطاع المالي ممكن يكون من أهم القطاعات الرابحة في سنة 2024، من أهم القطاعات للمستثمرين اللي بيبحثوا على تحقيق ربحية بسبب ارتفاع أسعار الأسهم، بالإضافة إلى تحقيق أرباح نقدية كأسهم من أسهم القيمة، لأن هذه الأسهم لا تزال أسعارها متدنية وهي راح تكون من أكبر الشركات الرابحة من التراجع البطيء التدريجي في معدلات الفائدة. أيضا عندنا بلاك روك الصندوق الاستثماري العالمي المعروف، أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية، راح تعلن أرباحها يوم الجمعة. بلاك روك خلال الأشهر السابقة كل مرة كان يحقق نتائج إيجابية ثم يتراجع سعر الصندوق بعد إعلان أرباح قوية، وبالتالي أيضا المضاربين اللي بيبحثوا عن مخاطرة مرتفعة ممكن تشتروا الأسهم منذ بداية الأسبوع، أو ممكن انتظار شركة بلاك روك، وإذا أعلنت عن أرباح قوية ثم تراجع السهم ممكن تكون هاي فرصة قوية للدخول سواء كان للاستثمار أو للمضاربة. بشكل عام الكلام اللي راح يتحدث فيه جيمي دايمون مدير بنك جي بي مورغان ولاري فينك مدير شركة بلاك روك عن الاقتصاد الأمريكي راح يكون كلام مهم جدا، وأنا باعتقادي الشخصي أنه الاثنين راح يكون عندهم الكثير من الكلام الإيجابي هاي المرة اللي راح يعطي زخم إضافي للأسواق. وبالتالي أنا شخصيا أعتقد بأنه وإن بدأت الأسهم الأسبوع بتراجعات إلا أنه إحنا على الأغلب راح ننهي الأسبوع القادم بارتفاعات في البورصات الأمريكية مع قوة أرباح الشركات، وإن شاء الله إذا كانت أرقام التضخم أفضل من توقعات المحللين. وبعيدا عن الشركات التي ستعلن عن أرباحها في عنا كمان الأسبوع القادم أسهم إنتل وأسهم مارفل راح تكون تحت مراقبة المحللين، لأنه إنتل راح يكون في عندها اجتماع مهم بعنوان AI Everywhere الذكاء الاصطناعي في كل مكان، ومارفل راح يكون في عندها اجتماع مهم يوم الخميس ستتحدث فيه الشركة عن البنية التحتية اللازمة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. وأعتقد بأنه إنتل تحديدا الأسبوع القادم في توقعات كبيرة جدا من المحللين أنه راح تكون من الشركة في إعلانات قوية. هاي الإعلانات التي ستطرحها إنتل خلال الأسبوع القادم مع تدني سعر إنتل بشكل كبير جدا ممكن تؤدي إلى جعل سهم إنتل فرصة للمضاربة في المدى القصير، وبالتالي أسهم إنتل وأسهم مارفل ممكن تكون فرصة المضاربة أيضا خلال الأسبوع القادم. بالإضافة لذلك في مجموعة من الأسهم التي من الممكن أن تستمر بالارتفاع بقوة خلال الفترة القادمة أو خلال الأسبوع القادم، مثل مثلا أسهم ديل وسوبر مايكرو كمبيوترز وبرودكوم في قطاع الذكاء الاصطناعي. هاي الأسهم الثلاثة رغم الارتفاعات الكبيرة لا تزال أسعارها متدنية وأمامها الكثير من المجال للارتفاع. في عنا كمان عودة تدريجية من المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم الأكبر بسبب تلاشي الأمال في خفض معدلات الفائدة، وبالتالي ممكن نشوف عودة قوية في أسهم مايكروسوفت، أمازون، ميتا، إنفيديا، وأيضا أسهم مثل جوجل ونتفليكس أو مجموعة الفانجز. ممكن نشوف عودة قوية للارتفاعات في هذه الأسهم مرة ثانية، لأن المستثمرين اليوم مع زيادة التخوف من تراجع الأسواق وتلاشي الأمال بخفض معدلات الفائدة راح يرجعوا مرة ثانية للتركيز على الأسهم الأكبر الأفضل وذات القيمة المعتدلة، واللي هي أيضا أسهم تستفيد بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي. وبالتالي أنا شخصيا لن أستغرب من الارتفاعات القوية في هاي الأسهم. أخيرا طبعا بالنسبة للمستثمرين أو للمتداولين اللي بيبحثوا على أقل مخاطرة ممكنة
بإمكانكم أكيد شراء الصناديق الاستثمارية مثل تريبل كيو أو الفي دبل أو أو الصناديق الاستثمارية الخاصة بقطاعات معينة مثل سايبر أو اس ام اتش أو اي اي كيو التي تستثمر في هذه القطاعات، لأنه وإن وجدنا فيها بعض التراجعات هذه التراجعات ستمثل فرص للدخول وليس فرص للبيع، وبالتالي أنا بعتبر التراجع في هذه الصناديق الاستثمارية فرص ممتازة للدخول سواء كان للمتداولين أو للمستثمرين. أخيرا بالنسبة للاستثمار طويل الأمد، بذكركم بعد نهاية هذا الفيديو بأنكم تتوجهوا للفيديو اللي عملناه سابقا عن أفضل 20 سهم للاستثمار طويل الأمد، فيه بصراحة حوالي 22 سهم وثلاثة صناديق استثمارية، لكن في مجموعة من الأسهم اللي تحدثنا عنها سابقا وبالتالي لن أتحدث عليها اليوم، لكن راح أراقبها في موسم الأرباح الحالي لأنها تراجعت بشكل كبير جدا، ولا أزال متفائل في مستقبل هاي الأسهم. منها على سبيل المثال يونيتي اللي صار فيها تغيير كامل في الإدارة وصار فيها إعادة هيكلة كاملة مع استغناء عن خدمات 25% من الموظفين. سعر السهم الحالي عند حوالي 25 دولار متدني جدا. بدي أراقب أسهم يونيتي خلال الفترة القادمة، هل فعليا الشركة ستعود إلى التعافي مرة ثانية أو لا، وإذا وجدنا أن الشركة في موسم الأرباح الحالي ستحقق نتائج إيجابية، إذا حققت نتائج إيجابية ممكن نشتري سهم يونيتي، لأنه ممكن تكون هاي هي القاع اللي كنا بنبحث عنه لشراء هذا السهم. الشركة الثانية اللي براقبها هو سهم شوبيفاي. شوبيفاي سهم ممتاز، كان سابقا ضمن قائمة أفضل 20 سهم في السنة الأولى لكن شلناه من القائمة. أعتقد بأن شوبيفاي ارتفع بشكل كبير، وبرغم التراجعات اللي حققها السهم من مستويات منتصف التسعينات إلى 75 دولار حاليا، إلا أنه لا يزال سعره مرتفع، وأنا راح أراقب السهم خلال موسم الأرباح الحالي. إذا حققت الشركة نتائج جيدة وتراجع معها سعر السهم، أنا بالنسبة لي راح أعتبرها فرصة لشراء سهم شوبيفاي إذا تراجع السهم إلى مستويات 60 إلى 65 دولار. أما إذا السهم ارتفع بقوة فأنا شخصيا ما راح أستثمر في هذا السهم وراح أستمر في مراقبته. في عنا أيضا أسهم مثل مثلا سنوفليك اللي تراجعت لمستويات 150 دولار وفعليا صار في تغييرات كبيرة في إدارة الشركة. بدي أراقب سنوفليك في موسم الأرباح الحالي لأنه هذا السهم من الأسهم القليلة جدا التي يستثمر فيها وارن بافيت في قطاع التكنولوجيا، وإذا حققت سنوفليك نتائج إيجابية وعادت إلى النمو أنا راح أكون من أوائل المشترين لهذا السهم اللي سعره الحالي اليوم يعتبر أقل بكثير حتى من سعر اكتتاب السهم اللي كان على مستويات 200 إلى 250 دولار أمريكي سابقا قبل حوالي سنتين. أيضا بدي أراقب أسهم روكو وأسهم سناب شات، لأنه هذول السهمين روكو حققت نتائج إيجابية لكن انهار سعر السهم، تراجع بحوالي 40% تقريبا. أنا شخصيا لا أزال غير مقتنع بالتراجعات الأخيرة بسهم روكو، وأعتقد بأن هذه الشركة ستستفيد من تعافي قطاع الإعلانات، بالتالي أنا روكو ممكن أشتريه حتى قبل إعلان الشركة لأرباحها، لكن من باب التحوط خاصة بعد التراجعات الأخيرة ممكن أن ننتظر أرباح روكو، وإن كانت إيجابية ممكن يشتري هذا السهم كفرصة للاستثمار طويل الأمد. وأخيرا سناب شات، أنا أعتقد بأن هذا السهم مظلوم، وأنه خلال الأشهر القادمة مع التوجه لحظر تيك توك وهو موضوع وقت مش أكثر راح نشوف ارتفاعات كبيرة في قطاع الإعلانات ومنها سهم سناب شات، لكني بفضل انتظار أرباح هاي الشركة لأنه إذا كان فيها أخبار إيجابية راح نشوف ارتفاعات كبيرة في سهم سناب شات، وإذا كانت سلبية ممكن نشوف تراجعات كبيرة تشكل فرصة دخول أفضل لنا حتى من المستويات الحالية. ما راح أطول عليكم أكثر، هذا يمكن الفيديو الأخير أو قبل الأخير قبل العيد. بالنهاية بحكي لكم عيد سعيد ونشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة قادمة.